زي ما قلت لحضراتكم هناك حالة استغراب كبيرة جدا في موضوع التوقيتات ده، لأنه دي حاجات واضحة وصريحة. وبعدين طيب، منتخب الوطني سيواجه إن شاء الله ليبيا يوم 9 ويوم 12 أكتوبر المقبل في تصفيات كأس العالم. لو سمحتوا يا شباب لما الماتش يخلص قولوا لي بس، عشان نقول لجمهور النادي الأهلي والنتيجة كام. يعني هو دلوقتي 1-0 لليبيا متقدمة على أنجولا، وفاضل تقريبا أقل من دقيقة وتنتهي مباراة ليبيا وأنجولا، وبالتالي تضع مصر أو انتهت خلاص، انتهت المباراة 6 نقاط ليبيا في من مباراتين، وهي في صدارة المجموعة، ويأتي منتخب مصر في المركز الثاني ب4 نقاط بفوز وتعادل. والمباراتين القادمتين هم أقوى مباريات منتخبنا الوطني خلال الفترة اللي جاية، لأن هم دول المباراتين لو كسبتهم إن شاء الله ستصعد إلى شهر مارس القادم والمباراة الأخيرة.